هلو، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. من انا يومين غاطة بيات شتوي بالبيت من الخرعة ولا طلعنا، يعني مع ان الحمد لله يعني صوب منطقتنا ما صار وايد، يعني ما يتنا مطرة كان الوضع اوكي، بس هم الواحد يعني المفروض انه يحط نفسه في سيفتي. وايد استغربت من الناس اللي كانوا ماخذين الموضوع ضحك، والله يعني وايد استغربت. اولا يعني الدفاع المدني، الداخلية، الدنيا كلها قالت لكم هيعوا قعدوا بالبيت، شنو في مصدقكم؟ والله استغرب، واستغرب اصلا من بعض المشاهير اللي هم المفروض يكونوا قدوة حقنا. أنا أكون مشهور وأطلع قدام الناس بعز اللوية برا، أطلع وأصور والحياة حلوة وعادي ولا كنا في شيء، أكيد الناس بتسوي كذي، يعني لأنه بيحطون ببالهم أن الموضوع عادي. لا، الموضوع مو عادي. هالسيايير اللي غرقت هالدنيا، يعني تلفزيونات قاعد تبين كل شيء، فما ينفع. يعني أنا بالنسبة لي حتى لو كنت مشهور بتطلع وعندك مشاوير وضروري بتخلص، لا تبينون حق الناس، لا تطلعون علشان ما تشجعون الناس ان يطلعون، ما تشجعون. في ناس ما يعرفون يتصرفون في حريم، ما يعرفون يسوون شيء، يعني ممكن يتوهقون. ف والله كنت حدي مصدومة طالع الوضع، اقول شنو هذا؟ ايش قاعد يسوون؟ الدنيا من قلبها غرقة، مو غشمرة، غرقة. التلفزيون قاعد يعطينا اول باول، يعني والله احنا منطقتنا الحمد لله يا رب، اللهم لك الحمد، ما حاشنا شيء، والمطر كان عندنا خفيف. بس اللي استغربت منه انه اعطوكم اجازة يومين، مو علشان تقزقون وعشان تفترون، علشان تقعدون تمسكون ارضكم، علشان هالمشاكل اللي صارت، هالسيايير اللي غرقت وما تغرق، عندكم شيء طارئ جدا ممكن. والله ان انا يوم حاتني اولد اقول يا الله يا ربي سترك، لا يعني انه يصير وقت الولادة وانا وهذه الاجواء برا. فكنت استغرب من الناس اللي ماخذين الموضوع جاز. اول شيء انتو قاعد تعرضون نفسكم للخطر، ثاني شيء قاعد تعيقون الناس اللي قاعد تشتغل، مساكين اللي ما قاعد ينامون، قاعد تعيقون شغلهم. فيعني جد كان شيء غريب. الحمد لله على كل حال، اللهم لك الحمد، والناس اللي تضررت معوضين ان شاء الله، اهم شيء صحتكم وسلامتكم، كل الاشياء تعوض. والحين عاد المرحلة اللي هاي، دروا بالكم على جمات سياركم، لأن الشوارع عبارة عن ما أدري، يعني طول ما أنتي تمشين تحسين ناس قاعد تحفش الصخر. روالكم الحين الشوارع فيلم، الوضع فيلم. الحمد لله اليوم الأجواء حلوة، ما كل العافية، رايحين لزوارة، زوارة بيتنا وبس. والله أنا صوتي مبين الحمد لله على كل حال. مرضت والله بهاليومين، مرضت يعني ما طلعت. بس هاي انت شنو اليوم، باتمان؟ ها، واو، ايش قاعد تاكل؟ الله يزيد النعمة. انت شنو الخرابيط اللي تاكلها؟ ايش قاعد تاكل؟ هذا ويع مو حلو، أساس إنك وايد ضعيف. مو تعطي أحمد هذا، أوكي؟ Good boy. يلا روح سووش your face. حنونة والله حنونة.